السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي. واليوم قراءة لعزيزي برج الحوت الشمس والقمر والطالع لشهر جوان أو يونيو أو حزيران. ولا تنسوا أنها قراءات عامة ومعممة، قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا، وقد لا تنطبق على البعض الآخر. لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمر والطالع. غادي نشوفوا القراءة وغادي نشوفوا ما هي نصيحة الملائكة، وكنتمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب. ولا أتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة، بل في حياتكم يا رب. أتمنى لكم حظ سعيد. لنبدأ. بسم الله. غادي نخليوها ما دامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها، خليوها هنايا. عزيزي برج الحوت، في هذا الشهر انا ارى كثرة الرزق المادي. ستتلقى مبلغ معين من المال، لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل، اذا كنت تعمل، واخا يعني مال اضافي، ان ارجون اكسترا، واخا هو يعني هذا المال هو عطاء ورزق مادي سماوي، واخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر. واخا لنواصل، هذه حتى هي تريد ان تتكلم فتعالي معي، اجي معايا. هذه كذلك تريد ان تتكلم، نعم طاقة نارية، كنشوف هنايا طاقة نارية. البعض منكم يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان، البعض منكم يعني تخلى عن الحلويات والنشويات والمعجنات، بغيتوا تضعفوا. مزيان مزيان، اذا لنرى ما هي طاقة المرتبطين. حتى هذه بغات تهضر. بيانفوني بيانفوني مدام. لنواصل. عزيزتي، بالنسبة للمرتبطين انا ارى انك احيانا تشك في الحبيب، تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار، نعم، وهذا ليس لانه لا يحبك، بل فقط عدم الثقة. هو يراك انت بحال انسان مقدس، يراك يعني انت انسان يعني في الاعلى، يعني في العرش، نعم، يراك كالنجمة يعني عالية، وهو يعني يرى نفسه يعني بحال الا انت جالسة في العرش وهو قدام رجليك، فهمتوني؟ يعني هو يحس بعدم الثقة، وكيحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه. اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية، واخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت، واخا يعني البعض منكم، انا ما زلت مع المرتبطين، البعض منكم بالنسبة للمرتبطين لديكم علاقة في السر، يعني تعيشون يعني علاقة في السر، ربما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج، لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين ما زلت مع المرتبطين عندكم علاقة في السر. وأنا أتكلم مع الرجال والنساء دائما، ما تنسوا أن قراءاتي معممة، كنتكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل، واخا لنواصل. نحن ما زلنا مع المرتبطين. قلنا أن المرتبطين البعض منكم هناك شك لأن الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار، لكن هي فقط عدم الثقة. والبعض الآخر منكم بالنسبة لمجموعة المرتبطين تعيشون علاقة في السر، نعم، وأنت تحتاج
تحتاج لأن يعني لأن يوضحها لك، يعني ما مصير هذه العلاقة، يعني عييت انتيا وماذا سيفعل بالطرف الآخر، واخا. والطاقات بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية، واخا بالنسبة للمرتبطين طاقات نعم ترابية ونارية، واخا بالنسبة للمرتبطين. والآن سنرى ما هي طاقة العزاب، ماذا يحدث مع العزاب. وبالنسبة للعزاب أنا بالنسبة العزاب هذه بغات تهضر نخليوها. العزاب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة، يعني كان المطلقون والأرامل كذلك، أنا يعني ينتمون لمجموعة العزاب بالنسبة لي، واخا يعني بالنسبة لي العزاب هم من ليست لديهم علاقة، كان مطلقون أو أرامل، كانوا أرامل أو كان يعني ما تزوجوش في حياتهم، فهمتوني ياك؟ واخا. إذن لنرى ماذا يحدث مع العزاب، ماذا يحدث مع العزاب. اعطوني خليوني نركز شوية. عزيزي العازب، كنت مطلقا أو كنت أرملة أو عازبة أو عازب، أنا أتكلم عن الرجال والنساء من جديد. كنشوف أن إنسان من الماضي سيعود، شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك أبدا، لم يخطر على بالك أبدا أنه سيظهر في حياتك هذا الإنسان، واخا، ويريد يعني بداية معك، يريد بداية معك. البعض منكم ربما سيرفضون هذا الإنسان، سيرفضون، لكن هذا الإنسان قد يكون زوج، يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك، يعني زوجك، نعم كان زوجك الآن لا، هذا الإنسان سيعود ويعني ويريد بداية معك. والآخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفوا، وإن لم تكن يعني تجمعكم مع يعني ما كان عندك حتى شي حاجة مع هذا الإنسان، لكن كتعرفوا من الماضي ولم تجمعكم أي علاقة، ويريد الآن بداية معك، وهو معجب بزاف، معجب ومهتم بك بزاف بزاف، نعم، ويريد بداية معك. لكن أرى أن يعني أنتما ربما سترفضون هذا الإنسان، هذا الشخص، لكن هو معجب بزاف بزاف بكم، معجب بزاف، لكن أنت سترفض هذا الإنسان، سترفض هذا الإنسان، لا أدري لماذا، لكن أنت يعني أراك يعني طاقتك هي الكبرياء و لا تريد حتى رؤية هذا الإنسان. مهم شرحوا لي انتما لأني يجب أن أتابع القراءة، واخا. لكن هذا الإنسان يريد أن يهب لك حبه، وأنت لا تريد حتى رؤيته، حتى وإن كانت عن معه، يعني بالنسبة للمطلقين إذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته، لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه، لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك، وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون. المهم شرحوا لي انتم في التعليقات ماذا يحدث، لاني لا افهم، لكن هذا ما يقوله الطاروت، هذا الانسان معجب يعود من الماضي، لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء، ولا تريدين هذا الشخص، لا تريدين هذا الشخص. المهم والان لنرى ما هي طاقه المنفصلين، ماذا يحدث مع المنفصلين. واخا بالنسبة للمنفصلين عزيزتي انت تطلب العدالة، تطلب العدالة، يعني انت طاقتك هي التعب والإرهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى تتنفس، لا يمكنك حتى التنفس، وانت تدعو الله يعني العدالة، تدعو الله يعني ان تحدث معجزة، يعني هناك ظلم، نعم
هناك ظلم وأرى يعني حزن وبكاء، يعني كي كتسد الباب عليك وكتبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك أحد. نعم، وتعاني في صمت حبيبي أو حبيبتي، تعاني بزاف في صمت. أتذكر الآن أني لم نسيت ما قلت، الطاقة ديال العزاب. بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية، واخا طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب، مائية وهوائية. مائية عقرب، حوت، مثلك أو سرطان، وهوائية دلو، ميزان، وجوزاء. واخا هذا بالنسبة للعزاب. لنواصل، قلنا أن طاقتك بالنسبة، نحن دابا مع المنفصلين، طاقتك هي الحزن، كتبكي بزاف و يعني عييت بزاف، عييتي، وتعاني في صمت، تعاني في صمت وتخفي المشاعر ولا تخبر أحد بهذه المشاعر، لا تخبر أحدا، يعني كتخبيها غير لراسك. نعم، هذا يعني هذا الحزن الكبير وهذا الألم الذي كتحس به عزيزي برج الحوت جعلك تفكر، يعني تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة. نعم، وعييتي من هذا الانتظار الطويل، عييتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية، وهذه أنت يعني الحكمة، بدأت تتصرف بحكمة وتفكر في نفسك قليلا، لأنك يعني أنت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الإنسان، يعني سيبا نورمال، هذا غير عادي، يعني هذا الإنسان ظلمك بزاف. نعم، أنت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار، يعني لم تستسلم، كتحبه بزاف ولم تستسلم، لكن لم ترى أي نتائج، لم ترى أي نتائج يعني إيجابية، فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم. نعم، أنت عشت ظلم، ويعني وهذا التفكير في هذا الحبيب ليل نهار، ترى أنه يعني يسرق من طاقتك، يعني كيفاش كنقولوا، يعني نزف نزف نزف. مهم، ما تديروش عليا وما تضحكوش عليا، يعني استنزاف. نعم، استنزاف الطاقة، يعني بقيتي بلا طاقة، تي ن بو ميم با ريسبيري، يعني ما كتقدرش حتى تنفس بسبب هذا الألم. والآن بدأت أنت تركز، يعني أنت تصرفت بحال مجنون، انت يعني هذه كارت، يعني الكفاح من اجل هذا الحبيب والاصرار، وهذا كارت المجنون، يعني البراءة ديالك تجعلك هكذا تتصرف، يعني كتبع غير قلبك. نعم، ودابا الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية، يعني كارت الامبراطور تريد ان تكون انت امبراطور حياتك، يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الألم وهذه المشاعر التي يعني ما كتديك حتى لشي بلاصة، فقط البكاء والحزن. واخا أنا كنتأثر بزاف لأني أحس بمعاناتكم وكنتأثر معكم بزاف. واخا إذا لنرى الآن ماذا ستفعل عزيزي، بداية جديدة. نعم، أنت الآن ستتحرك لكن بطريقة أخرى، بداية جديدة. ما زلت تحبه، ما زلت تحبه ولم تفقد الأمل، هو كذلك يحبك، لكن هو يعني طاقته هو العاشق الأناني. نعم، دابا نشرح لكم، أنت طاقتك الآن هي التغيير. ماذا يعني ذلك؟ يعني الاختفاء، أنت الاختفاء والعزلة، هذا ما يعني ستتحرك، هذا يعني ستتصرف بطريقة أخرى. لماذا؟ لتدافع عن نفسك. نعم، هذا كارت الشيطان تقول الحركة، لكن حركة مختلفة. نعم، حركة مختلفة لصالحك. نعم، أنت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا، وخا تفكر في نفسك، يعني بدأت تحب نفسك قليلا. وماذا سيحدث مع هذا الحبيب؟
ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ هذا الحبيب يعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته، لأن يعني اختفاؤك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله، يعني هذه أنانية العاشق من جديد. نعم، لماذا؟ لأنه هو دائما واثق أنك هناك، دائما هو دائما هناك، يفعل ما يشاء، يمشي ويذهب ويعود، لأنه يعرف أنك دائما تنتظره، مثل كما أقول دائما مثل ماء البئر. يعني هو عندما كيعطش، عندما يعطش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب، والآن أنت صرت مثل النهر، يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان آخر. نعم، وهذا سيجعله هو يعني نعم. شوفوا الله سبحان الله العظيم، شوف يعني يعني أنا أقشعر، يعني شوفوا إيش غادي يدير، الحركة غادي يجي بحال الحمق، العربة، يعني سيتكلم، ماشي غادي يتكلم، سيأتي يعني هناك تواصل أكيد. لماذا؟ لأنه يتألم، ذكرت المشاعر والمعنويات دياله، لأنك لست هناك. ماذا سيفعل؟ العربة، سيتصل بك. كانت قراءة جميلة جميلة وقوية. الله، بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقات مائية وكذلك